كنحاولوا ننوعوا ما بين الناس اللي عندهم واحد تاريخ فني وعندهم واحد تاريخ من العطاء، وايضا فنانين اللي باينوا على موهبه كبيره من بين الفنانين اللي كنحاولوا نجيبهم. ايضا عاوتاني الفنانين المثيرين للجدل، هاد المرات كيكون هذاك الضيف ما عندوش يعني ماشي فنان كما نقولوا بين قوسين محبوب 100%، ولكن كيكون مثير للجدل والناس باغا تشوفو، باغا تعرف عليه، باغا تعرف على اسراره، باغا تشوف كيفاش كيهضر، باغا تكريتيكيه. فانا كان دي فوا كنحاول ناخذ يعني انتقادات ديال الناس وكنوجههم للضيف مباشره في البرنامج.